مشاهدينا عودة مرة أخرى للاستوديو سيدتي، وبنواصل فقرة الجمال مع أحمد لطفي. أحمد معنا دلوقتي سهى. أهلا بك يا سهى. سهى أنت عامل لها كيراتين تريتمنت، هي شعرها أصلا ناعم بس ممكن يكون في تقصيفة بسيطة، أنت كانت معنا قبل كده فكلمنا بقى عن الفرق اللي بيتعمل الكيراتين للشعر لما يكون طبيعته كويسة بس مجهد شوية، والفرق ما بين الشعر اللي هو فيه مشكلة التجاعيد أو بيكون شعر خشن. الشعر اللي طبيعته كويسة وأساءت إليه العميلة في سوء استخدامه، شعرها بتهيج بتقصف بيبقى ليها شكل مش لطيف. فهنا بتعمل كرياتين تريتمنت بيخلي شكل الشعر الطبيعي بيرجع تاني للشعرها الصحية سليمة 100% ما فيهاش تقصيف تماما. بس هنا في اكستنشن بس هشيله دلوقتي. في اكستنشن فعلا؟ مش مستوعبه ان في اكستنشن خالص. بس هي الفكرة كلها ان الكرياتين بيعالج الشعر بنسبة كبيرة جدا، بنسبة 80% من اول سيشن. هنا هي شعرها قصته بس اللطيف عليها الشكل الطويل، فحاطط اكستنشن بس بسيط علشان يديله بس كثافه فشكل الشعر الالطف. ممكن اوريه لحضرتك دلوقتي، ممكن اوريه تفك الاكستنشن. انت بتفضل عموما تركيب الاكستنشن يا احمد ان انت تلزقه ولا تعمله بالكليبسات ولا بالمشابك الصغيره اللي هي بتتفك، يعني يبقى ريموفبل يتفك ويتلبس عادي؟ هي فكره اللزق طبعا هي اكتر حاجه بتسيء للشعر اللزق، انما الكليبسات اللي هي الاستخدام اليومي ممكن تشيله وتحطه في اي وقت. الخرز لو واحده عايزاه مثلا ثابت كل 6 شهور بيتحط ويتشال في اي وقت بعد 6 شهور. عشان يفرق الطول. فهي الفكره كلها ان هنا وليد، يعني ممكن بس عشان الكاميرا تشوف الشكل ده، هنا ده اكستنشن حاجه بسيطه قوي بيتحط ده لطول الشعر وبيدي كثافه، ده بيتشال وبيتحط. انت عامله نفس الطول مش عامل اي فرق؟ نفس اللون. لا اطول شويه. بس هي نفس اللون. معلش بعد اذنك يا احمد ناخد الكادر مره ثانيه. ده اللي هو الشعر المتركب طول عشان الناس تبقى فاهمه، ده بيتشال وبيتحط في اي وقت. التركيب الاكستنشن بالطريقه دي سهل ممكن اي حد يعمله في البيت ولا ده لازم يكون فيه مصفف شعر؟ لا ده لاستخدام البيت لبعض السيدات اللي هي بتعرف تعمله كويس قوي. الاصل هي بتشال ويتحط في اي مناسبه في اي وقت. طب بالنسبه للعنايه بقى بالشواتير اللي عندنا، برضو نغسلها بشامبو فري ستوديوم ولا نستخدم لها ايه كعلاج؟ هي دي ما بتتغسلش غير كل فتره كبيره قوي، ما بتتغسلش كتير عشان يعني. ما هي ما بيحصلهاش اي افرازات دهنيه فما بتلزقش. اوكي. ده شعر طبيعي بيبقى نفس لون الشعر بنعمله، بيتحط طبعا بيدي كثافه للشكل وبيخلي الشعر شكله الطف كتير قوي. ده ممكن نحطه تاني عشان يا ريت يا وليد. أنا بالنسبه للكرياتين للناس اللي هي شعرها كيرلي قوي بتعمل كرياتين اللي هو الفردو تريتمنت، لو مقصف لو كيرلي ومقصف. طبعا الكرياتين الناس كتير قوي في مصر عملته في العالم العربي كله، فهو عامل شغل كويس قوي، ده افضل منتجات بالنسبه للفردو الشعر لعلاج الشعر وخلي الشعر ستريت. بالنسبه طبعا الناس اللي لسه بتعمل بيرم وبتعمل مشاكل كتير قوي، الناس تبطل عشان لحد دلوقتي في ناس كتير قوي بتعمل بيرم فبيدمر الشعر تماما. ممكن تسرح بس الشعر الباب دي ستاتشات بسيطه كده، الشعر اتشال وتحط مفيش في وقت، ما خدش وقت خالص وقت قياسي. ده بالنسبه للاكستنشن. ممكن بقى بيتعمل 2 أو 3 على حسب رغبه العميل. بالظبط. والعروسه بالنسبه للعروسه، في عروسه بتتخطب فجاه ويكون شعرها قصير بنحط لها اكستنشن برضو بس هل في ليميتد طول معين ما نقدرش مثلا نحط في اقصر منه اكستنشن ولا ممكن مع اي طول؟ اي طول بيتحط، لو الكوافير نفسه لازم يعرف يتصرف. في برضو حاجات طالعه اللي هي مش الاكستنشن بشكل شواتير، بيبقى على شكل نص باروكه وبيبقى برضو شعر عادي يعني شعر طبيعي. فهل انت تفضل ده ولا تفضل اكتر الاكستنشن الشواتير؟ الشواتير طبعا. شكلها طبيعي اكتر. طبعا. احمد عايز اسالك برضو على الكيراتين، في ناس كتير بتسال انه الكيراتين لما بيتغسل كتير هل بيروح تاثيره ولا بيحتاج ان احنا نجدد كل فتره ولا نعمل ايه؟ ده الكيراتين اللبناني. الكيراتين اللبناني بيروح على طول. او واحده برضو بتسيء لاستخدام شعرها بتعمل بليتشنج بودره تفتيح مثلا، هي لو عايزه تعمل بلون تعمله بصبغه. انما الكيراتين البيور اللي هو التناجرا دوت اهم انواع الكيراتين في العالم، ده ثابت، ده فور ايفر. في انواع منه فور ايفر، مش كل انواع البرازيلي كمان بتتحدد كويسه. بتتحدد على اساس ايه الفوريفر ولا انه بيبقى فتره مؤقته؟ على حسب
طبيعه شعرها نفسها هي محتاجه تعمل فوريفر ولا لا. لكن يعني مش لو واحده عايزه مثلا تعمل شعرها فوريفر ممكن انت شايف انه ما ينفعش تقول لها لا ما تعملهوش؟ في كتير جدا بتحصل انما هي الفكره كلها لو هي شعرها اوريدي حلو ومجهد من بره ممكن بنروح عاملين كراتين تريتمنت بس اللي هو يلغي الهيجان بسيط. بالظبط بيبقى الشعرها اوريدي شكلها لطيف انما الشعر الكيرلي قوي ده اللي بيتعمل فوريفر. اوكي. طب احمد احنا يعني عايزين كده خطوات تقولها لكل واحده من المشاهدات اللي بيشوفونا ازاي يبداوا ان هم يعتنوا بشعرهم. في ناس كتير بتغسل شعرها زي ما قلنا بشامبوهات غلط، في ناس بتنشف شعرها بطريقه اصلا مش صح، وكمان بتستخدم السشوار بطريقه غلط، فيا ريت تقول لنا شويه نصايح بس كده ازاي نستخدم السشوار، ازاي ننشف الشعر، ازاي نمشط الشعر بشكل صح. الشعر بيتغسل مبدئيا مرتين في الاسبوع كحد اقصى، من بعد غسيل الشعر بسيب الشعرايه تقريبا 10 دقائق وبعد كده ببتدي امشطها على اساس البصيلات تكون قفلت، على اساس تساقط الشعر ما يحصلش كتير. بسرح بمشط خشب يكون على فيه يعني مش بلاستيك، ما يبقى حاجه قويه شويه زي الخشب ما بيكهربش الشعر، بيخلي شكل الشعر سليم اكتر. موضوع لو عايز ده بقى بيجي منين يا احمد؟ انا عايز بيجي من غسيل الشعر كتير. غسيل الشعر كتير او الامشاط اللي هي البلاستيك اللي مش مصنعه بطريقه كويسه. فهي الفكره كلها ان احنا بنحافظ على شكل الشعر ان احنا بنسيب الشعر 10 دقائق وبعد كده بنسرحه. مفيش حد يغسل شعره ويحط شاربه ويلفه طاقيه وينام بيه. في ناس كتير قوي بتلف شعرها بشكل طاقيه كده، بيقصف على ناحيه واحده، بيقصف الشعر وبيقطع الشعر، بيعمل مشاكل كتير جدا. فهي الفكره كلها ان احنا برده حتى المحجبات ما تحطش، يعني لازم المحجبه تحط اي حاجه قطن الاول وبعد كده تلبس الاشارب بتاعها. لازم يبقى فيه تهويه للشعر بالنسبه للمحجبات كتيره على اساس ما تعملش مشاكل كتير. ده بالنسبه لحفاظ الشعر. لو واحده مش تعمل كرياتين وشعرها مقصف شويه كل شهر ونص شهرين تشيل سنتي واحد سنتي واحد بس اكيد بمعرفه الكوافير. طبعا. ده الالطف طبعا. احمد احنا بنشكرك النهارده، الفقره كانت جميله ومتميزه جدا، ميرسي ليك وميرسي ليك يا وليد. ثانكس دينا، ثانكس انستاسيا، ميرسي يا سهى، وان شاء الله الاسبوع الجاي تقدم لنا كمان حاجات جديده. مشاهدينا فاصل ونعود لمواصله فقرات سيدتي، انتظرونا. مشاهدينا عودة مرة أخرى للاستوديو سيدتي، فقرة الجمال مع أحمد لطفي، والحقيقة هو كان غايب عننا الأسبوع اللي فات، بنقول الحمد لله على السلامة يا أحمد. الله يسلمك شيرين. والنهاردة طبعا محضر لنا عروستين زي القمر، دينا وأنستيزيا. هاي. هتقدم لنا إيه النهاردة بقى الجديد في تسريحات الأسرة؟ تسريحات شتاء 2009 2010. دي اللي هي السامبل، حاجات السامبل بسيطة قوي دي لعروسة من غير الطرحة. لما طبعا لو هي حابه تحط طرحه ممكن تحط الطرحه في اي وقت، تشيلها اثناء البوفيه بعد البوفيه. ده الشكل العروسه من غير طرحه، وطبعا الطرحه هي ممكن تبقى متخيله الشكل بتاعها بالطرحه. السمبلسيتي حلوه قوي يا احمد، مش شايفين شينيون كبير وحاجات كتير في الشعر وبنس كتير، يعني الشعر ملموم ببساطه وبسهوله.